الدري اللي مات ولدي سميتو عثمان في عمره 16 عام ما عندوش الاب، يتم الاب مخلياه عند والديه هما اللي مربينو، انا تنخدم عليه في مدينه العيون، ولدي تيخدم بريكولات فين ما كان شي بريكول تيمشي ليه، ماشي مره ماشي جوج، ومعروف الحمد لله في طنطان لا عند المخزن ولا عند الشعب. هاد السيد تعدى ليا على ولدي، عيط ليه على اساس باش يهبط مع السلعه كراطن ديالو باش يعاونو فيهم ويدبر عليه، داه للدار بغى يستغلو. ولدي ما تقبلش داك الوضع، بدا تيضرب فيه تيقتل فيه تما حتى مات لي بين يدي، وباش كملو جمد اكون غير مات ليه وخلاه ماشي مشكل، ولكن باش يشدو ويقرض ليه اليدين ويقرض ليه رجلين ويلوحو ليا في الزبل، هادي ما غاديش نتقبلها، وباغا انا حقي في ولدي لاقصى عقوبه لهاد السيد. انا حتى لو عطاو الاعدام ما غاديش تكفيني فيه، انا هاد السيد باغا حقي منه، باش ما كانوا تنتمنى من السلطه ومن جلاله الملك يوقفوا معايا ويوقفوا مع هاد السيد، حيت هاد ولدي راه ماشي غير ولدي انا، راه ولد الشعب وولد الملك وولد المخزن وولد العالم باسره، لا من داخل المغرب ولا خارج المغرب، انا حق ولدي ما غاديش نتنازل عليه ولو نعرف يقتلوني انا عاوتاني عليه.